بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005. عادت هذه الصورة إلى الأذهان. نقلت سيارات موكب الرئيس الحريري إلى ثكنة الحلو أيضا، ولكنها لم تختفي. جرت محاولة لفتح الطريق وطمس معالم الجريمة، لكنها لم تنجح بالكامل وأصبحت أحد الأدلة في التحقيق. بعد اغتيال الرئيس معوض لم يتحرك المجتمع الدولي، لم يجتمع مجلس الأمن، لأن الظروف كانت مختلفة والمصالح أيضا. صارت ساحة الجريمة فارغة مثل ملف التحقيق. الرئيس معوض من وقت استشهد لهلا ما صار في تحقيق، وما كان في إمكانية يصير في تحقيق، لأنه كانت الدولة السورية هي اللي حاكم البلد وهي مسيطرة على القضاء وعلى الأمن وعلى المعارض. يعني تصور أنا ما حدا سألني سؤال شو شفت، شو شاعد، شو بتعرف، شو برأيك، شو كيف، شو صار معكم. تصور أنت أنه الرئيس معوض يعني صار في تحجيم لاستشهاده، صار في الغاء لاستشهاده، صار في تصغير لاستشهاده، صار في يعني انه احسن بلا ما تحكي فيه بين 15 سنه الماضي. رجيت وبعت قلت له لرئيس هراوي انه جيبوا خبرة من الخارج على الاقل تنعرف هالمتفجرة شو هي، وانا بغطي كل المصاريف، يعني مصروف ما يأخركم انا بغطيه، بس بعتوا جيبوا خبير، ما بعتوا جيبوا حدا. استشهد يوم عيد استقلال بلده، يعني معنى الشهادة كبير. المعنى الشهادة انه رجل مسالم فجر شقف رجل مسالم فجر، ومشروع سلام ألغي، ورئيس جمهورية، ويوم عيد استقلال. كل هالمعاني الكبيرة انطمرت، دعست، لغيت، يعني خلص كل الصفحة، شو بدك فيه هذا؟ كان هذا هو المطلوب، وكان مطلوبا أيضا ذر الرماد في العيون والسير في جنازة القتيل. لكن الاستنتاجات لم تتأخر لتربط اغتياله باغتيال الطائف، وليصبح هذا الاغتيال التاريخ المؤسس لقيام الدولة الأمنية. بدك تعتبر انه باغتيال الرئيس معوض اغتيل الطائف فعليا، خلص كليا، يعني برجع بعيد، باغتيال الرئيس معوض اغتيل الطائف كليا وفعليا. واكبر دليل شوف الاحداث اللي تلي. كان اغتيال الرئيس معوض مقدمة لإسقاط كل مواقع القوة والممانعة في لبنان. صدرت الجمهورية بعد الاغتيال، وصدرت التعليمات بانتخاب النائب الياس الهراوي رئيسا. تم الأمر على عجل. رفض العماد ميشيل عون الخروج من قصر العبدة. حصلت عملية 13 تشرين، وتم اجتياح قصر العبدة. أسقطت حكومة الرئيس سليم الحص وفيها بعض رموز الطائف، وقامت حكومة الثلاثين وفيها بعض الرموز السورية.
أنهيت ولاية مجلس نواب الطائف الممددة حتى ربيع العام 1994، وأجريت على عجل انتخابات صيف 1992 بأكثرية 13%. رفض المسيحيون، أضربوا وقاطعوا، فأقر مرسوم التجنيس. عارض الدكتور سمير جعجع ورفض دخول الوزارة والمشاركة في السلطة التي انقلبت على الطائف، ففجرت كنيسة سيدة النجاة وحل حزب القوات اللبنانية وأوقف الدكتور جعجع. انتهى العهد الممدد للرئيس الياس الهراوي، فانتخب قائد الجيش العماد إمين لحود رئيسا للجمهورية في العام 1998. حصلت مصالحة الجبل بين البطريرك صفير والنائب وليد جملاط. كان الرد بالانقلاب عليها في 7 آب، وبسيطرة الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية. صدر القرار 1559 عن مجلس الأمن، وطالب بسحب القوات السورية من لبنان وباحترام الدستور، فتم التمديد للرئيس إمين لحود، وخرج الرئيس رفيق الحريري من السلطة. شباط 2005. ليس بعيدا عن المكان الذي اغتيل فيه الرئيس معوض، اغتيل الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت. جاء الرد في 14 آذار، وبتشكيل لجنة تحقيق دولية بموجب القرار 1595. ارتفعت الأعلام اللبنانية وتصدعت الدولة الأمنية. تكلم الفراغ الذي يملأ التحقيق في اغتيال الرئيس معوض. نبتت جذور الحقيقة من السماء. بعد 16 عاما عادت الجريمة إلى ساحة الجريمة. رئيس معوض أحد الشهداء اللي للأسف بقيوا مجهولين، برغم يعني من كل شيء نعرف أو كل الاحتفالات اللي عم تعمله، بس الرئيس معوض هو شهيد الطائف بامتياز بالفعل، بدون أي سبب إلا لأنه كان بده يعمل رئيس فعلي لجمهورية فعلية. أنا كتير أوقات كنت قاعد بالحبس، كنت قل له حق عليك يا روني بي، كأنك لما مت كل هذا اللي عم نمرق فيه يمكن ما كنا مرقنا فيه. أنا هيدي أنياتي. لم يكترث رنيم عوض للموت، اعتبر أن تاريخه وحده كفيل بفتح الطرقات أمامه وبإزالة الحواجز. راهن على أن يهاجم بالمحبة وبالعقل والقلب الطيب. عندما انتخب اتصل بوالدته البعيدة منذ 60 عاما في البرازيل. قالت له: شو بدك بالرئاسة يا ابني؟ بكرة بيقتلوك. لم يخطئ قلب الأم. استذكر رنيم معوض أيام طفولته وتاريخه الطويل، لكنه لم يخف، لم يتردد، لم يتراجع. الزغرتاوي الهادئ كان مصمما على النجاح. كان يقول: إذا كانت هناك منطقة في لبنان
لا أستطيع أن